يعني كما شاهدت هو معرض أعمال يدوية لاتحاد المرأة ولجمعيات نسائية خيرية مصرية. جميع هذه الجمعيات هي بتعمل أعمال يدوية، أعمال راقية تحافظ فيها على التراث، وفي نفس الوقت من وراء مردودها تنفق على فقراء وعلى أيتام. بالتالي هو عمل كله خيري إنساني بمجمله. اللوحة رائعة، لوحة التراث المصري الفلسطيني الموجودة في المعرض هي لوحة رائعة، لوحة التعاون بين كل هذه الجمعيات سواء كانوا المصريين والفلسطينيين والعرب موجودين، أنتم شاهدتم أيضا هي صورة جميلة، والمكان من أجمل ما يكون على النيل، فكلها في صباح هذا اليوم يوم الجمعة أنا بعتقد كل شيء كان جميل ورائع. وشعوب دائما بتحافظ على تراثها، لأنه إحنا لدينا خصوصية خاصة كشعب فلسطيني أنه إحنا بنحافظ على تراثنا، لأنه أعيننا إلى إقامة الدولة وإلى العودة إلى وطننا وأن تكون القدس عاصمة لها. أيضا أن تراثنا تم سرقته، يعني المحتل احتل أرضنا وأيضا حاول أن يسرق تراثنا، لذلك إحنا متمسكين بالحفاظ على تراثنا من أجل العودة إلى الأرض. وإحنا في عمقنا الجغرافي مصر أرض الكنانة نشعر بأنه إحنا قريبين دائما من فلسطين، قريبين بهذا الحب والدافئ من كل الإخوان المصريين من وجود قضية فلسطين في قلوبهم وعقولهم. وأنا متأكد أن هذه الإرادة العربية اللي جسدت هذا اليوم لابد أن في النهاية أن تنتصر وأن تعود فلسطين عربية كما كانت في السابق. شكرا.